بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا نجم مصر والنادي الاهلي الاعلامي المميز كابتن هيثم السعيد وضيوفه الكبار نجم الجيل الذهبي كابتن محمد السلعاوي والنجم الكبير الضيف الكريم كابتن كريم ضيف. مشاهدينا الاعزاء عشاء كره السله في كل مكان وعشاء النادي الاهلي، لكم تحياتي معلقكم الرياضي دكتور وائل ابو العزم، حيث يسعدني ان انقل لحضراتكم الوصف والتعليق على مباراه كره السله في الجوله التاسعه من مباريات تحديد المراكز من الاول للثامن للدوري السوبر رجال بين فريقي الاهلي والمصريه للاتصالات. بيمثل النادي الاهلي عمرو زهران، عمر عزب، ايهاب امين، عمرو الجندي، سيف سمير، مودي الجرحي، محمود وليد عبد المحسن، احمد اسماعيل، مايكل تومسون، محمد ابو النصر، عبد الله ناصر، عمر طارق، والاداره الفنيه الكابتن اوجستي بوش ومعاه احمد الجرحي، رامي الدياستي، والاحمال محمد الشيحي، مدير اداري طارق الغنام، اداري دكتور وليد الخراط، والعلاج الطبيعي دكتور هيثم عاطف، والطبيب دكتور محمد جاد، والمهمات حامد الكاس. اما المصريه للاتصالات بيمثلوا مروان عاطف، محمد بسيوني، يوريك سبنسر، محمود يسري، عمر ايهاب، رأفت عماد، علي عمر، محمد سعيد، علي مرعي، مصطفى مشعل، احمد حمدي، حمد فتحي، والاداره الفنيه محمد الكابتن محمد سليم سلي ومعاه طارق محمد وخالد حمدي، واحمال وليد ابو النور، ومدير اداري مصطفى صالح، والاداري محمد مجدي، والطبيب دكتور اسلام كساب، والمهمات علاء سيد. يحكم لقاء اليوم الحكام الدوليون الكابتن اسلام وحيد ومعاه كابتن محمود جمال وكابتن محمود ابراهيم. يراقب المباراه الكابتن احمد كامل مدير المسابقات بالاتحاد المصري لكره السله، ومعاه على الطاوله عبد الرحمن جاد الرب، احمد طارق، محمد الامير، اسلام نبيل. يمكن قبل اللقاء كان في لقاءين بين مصر للتامين وسبورتنج والاتحاد السكندري والزمالك، انتهى اللقاءين بفوز سبورتنج على مصر التامين 70-60 والاتحاد السكندري 85-78، وتلعب الان مباراه الجزيره وسموحه، وان شاء الله لو جت نتائج برضو اثناء المباراه هنقولها لحضراتكم. لحظات وهنبدا اللقاء. افكر حضراتكم كده بنتيجه المباراه الاولى في الجوله الاولى في الدور الاول، انتهت بفوز الاهلي 85-79 على الاتصالات. شايف كده عمر طارق بدا يتجه للملعب ومعاه عبد الله ناصر وتومسون وايهاب امين ومحمد ابو النصر. كده يبقى ده التشكيل بتاع الاهلي اللي هيبدا بيه اللقاء. عمر طارق، ايهاب امين، تومسون، عبد الله ناصر، ومحمد ابو النصر. هنشوف تشكيل الاتصالات لحظات وهينزلوا ارض الملعب. على ما ينزلوا اقول لحضراتكم ترتيب الفرق حتى الان. الاتحاد والاتصالات والاهلي 14 نقطه، الجزيره 13 نقطه، سبورتنج 11 نقطه، مصر التامين 11 نقطه، الزمالك 10 نقاط، سموحه 8 نقاط. ده بدون مباريات اليوم. نزل الاتصالات مروان عاطف وعمر ايهاب و رأفت عماد ومحمد بسيوني ومحمد سعيد. الاهلي على يمين حضراتكم بزيه الاحمر التقليدي، والمصري الاتصالات بزي البنفسجي على يسار حضراتكم. هنبدا اللقاء. كابتن اسلام وحيد بيدي تعليماته ان الاستريتش ما يبقاش متصل بجراب اللعيب،
طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي. كرة القفز ما بين عمر طارق ومحمد سعيد. بتروح الكرة على طول للنادي الاهلي. عبد الله ناصر، تومسون بيعدي نص الملعب. تومسون يلعبها لإياب تحت الباسكت لعمر طارق، بيلف عمر ويحاول، تروح على طول الاتصالات لمراد وباصة لمحمد سعيد لمحمد بسيوني، يرجع الكرة لمروان عاطف. مروان يلعبها لمحمد سعيد، ومحمد مخالفة المشي بالكرة، مخالفة المشي بالكرة. عبد الله ناصر يطلع الكرة، يطلعها لتومسون، قافل عليه رأفت عماد، بيعدي منه، يلعب على ابو النصر ناحية الشمال في نص الملعب لعبد الله ناصر تحت الباسكت، جميلة لعمر طارق على طول، أول نقطتين لصالح النادي الأهلي. عمر إياب يلعبها لرأفت عماد، ورأفت بيقفل عليه عبد الله ناصر وبيخرجه خارج الملعب، اوت سايد على المصريه للاتصالات. لازم الحكم هو اللي يسلم الكوره. ابو النصر لتومسون، بيعدي تومسون نص الملعب، يلعبها لإياب امين في نص الملعب. إياب بيسقطها لتومسون، تومسون لعبد الله ناصر، وداخل عبد الله ويصوب، وتروح لعمر طارق اللي بيسجل نقطتين للنادي الاهلي، يرفع نتيجه 4-0. عمر ايهاب ليه مراد، رأفت عماد، تروح لايهاب امين، ايهاب بيعدي، هيخترق ايهاب، لا بيقف على كورته ويصوب ويسجل ايهاب، يسجل ايهاب امين نقطتين، يرفع النتيجه 6-0. عمر ايهاب خطأ شخصي على تومسون، هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. بيطلع محمد بسيوني الكرة لعمر، عمر لمروان، ليه عمر تاني لمحمد سعيد، بيصوب في اخر ثانيه، بتخبط في سن الحلقه وتروح لعمر طارق لإياب امين، بيعدي إياب، يلعبها لابو النصر ناحيه الشمال لعمر طارق اللي بيصوب في سن الحلقه، يلمها ابو النصر، تروح منه، تروح على طول لعمر إياب لمحمد بسيوني، وخطأ على المهاجم، قطع على المهاجم محمد بسيوني وهو داخل بيقتحم تومسون، على طول الكابتن اسلام وحيد والكابتن محمود ابراهيم بيحتسبوا خطأ على المهاجم. ابو النصر هيطلع الكوره، كل الاتصالات بيلعب مان ضاغط من اول الملعب. تومسون ولازم يعدي قبل الثمان ثواني، وفعلا بينجح ان هو ياخد خطأ الشخصي من رأفت عماد، هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. ابو النصر لتومسون، هيعدي، بيعدي تومسون، يلعبها لعمر طارق لتومسون في نص الملعب، لابو النصر لعمر، وداخل عمر، يا سلام يا عمر، يا سلام يا عمر، بيطلع عمر طارق ويسجل نقطتين، يرفع النتيجة 8-0. على طول بيجبر الكابتن محمد سليم المدير الفني للمصرية للاتصالات انه يطلب وقت مستقطع.
switch, but no overhead, no lift. So all these situations that we're doing, keep doing it. We know what comes now. Okay, think only in the next step by step. Okay, keep building this difference, but keep playing with the same intensity. Don't drop the intensity, don't let the referees think that we are. انتهى الوقت المستقطع والكرة لصالح الاتصالات. هيطلع الكرة محمد بسيوني، يلعبها لعمر اياب. عمر بيعدي، يلعبها لمحمد سعيد، لعمر تاني بيقف على كورته ويصوب ويسجل نقطتين، يرفع نتيجة الاتصالات لاتنين تمانية الاهلي. تومسون قافل عليه مروان، يلعبها لايهاب، لعبد الله ناصر اللي بيصوب ويسجل. عبد الله ناصر 10 2. عمر ايهاب يلعب لمحمد بسيوني، لعمر تاني ناحيه الشمال، داخل عمر يلعبها بره لمحمد سعيد، لبسيوني، لمروان، وداخل مروان وبشماله وبيصوب وبيسجل، بيرفع النتيجه لاربعه الاتصالات 10 الاهلي. تومسون يلعب على عبد الله ناصر، لتومسون، لعبد الله، عبد الله بيعمل فيك كده ويصوب ثلاثيه. عبد الله ناصر اول ثلاثيه في المباراه. يا سلام يا عبد الله. 13 4. عمر لمحمد سعيد، لرأفت عماد، ويقطعها اياب وتخبط تاني في رأفت وتخرج خارج الملعب، اوت سايد لصالح النادي الاهلي. ابو النصر هيطلع الكره لتومسون، تومسون لعبد الله، لتومسون، بيعدي تومسون، يلعبها لعبد الله، وعبد الله بيحاول يخترق، ولكن وهو بيعدي بيلمس خط نهايه الملعب، بيحتسب على طول الكابتن محمود جمال اوت سايد على النادي الاهلي. بيطلع رأفت عماد وبينزل مصطفى مشعل من المصريه للاتصالات، والكره مع عمر ايهاب. عمر لمحمد سعيد، لعمر تاني، لمحمد سعيد، وبيصوب تلف على الحلقه، يلمها عبد الله ناصر، لإياب امين، لتومسون، بيقف يهدي الملعب، يلعبها لعبد الله، وداخل عبد الله، وخطأ الشخصي لصالح عبد الله ناصر، هيستوجب رميتين حرتين. هيصوب الرميه الحره الاولى. ما ينجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى، يصوب الرميه الحره الثانيه. ما ينجحش في التسجيل، تروح الكره على طول للاتصالات. مروان عاطف بيعدي نص الملعب، مروان من ناحيه اليمين، يلعبها البسيوني، بسيوني المشعل، وداخل مشعل ويصوب، ولكن يشيلها له عمر طارق خارج الملعب، اوت سايد لصالح الاتصالات. هينزل ديوريك سبنسر وهيخرج بسيوني بالاتصالات. سبنسر هيطلع الكوره لمحمد سعيد، لعمر، سبنسر بيسقطها لمحمد سعيد، ومحمد بيحاول يعدي، وخطأ الشخصي على عمر طارق. خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. بيصوب الأولى، ما ينجحش في التسجيل، هيصوب الثانية.
ما ينجحش في تسجيلها، يلم الكرة على طول إيهاب لتومسون، بيعدي تومسون لعمر طارق لإيهاب أمين، وإيهاب بيصوب في سن الحلقة، ترد على طول لأبو النصر لتومسون اللي بيصوب في سن الحلقة من جوه، ترد تاني لسبنسر من الصلاط، يلعبها على طول طويلة لعمر، وعمر داخل على التصويب وياخد خطأ شخصي برميتين حرتين. رميتين حرتين لصالح عمر إيهاب من المصرية للاتصالات. هيصوب الرمية الحرة الأولى. بينجح تسجيلها يرفع النتيجة لخمسة 13. هيصوب الرمية الحرة الثانية. ما ينجحش في التسجيل، يلم عبد الله ناصر كورتو ويلعبها لتومسون. تومسون قافل عليه مشعل، يلعب الكرة على طول لأبو النصر. لتومسون في نص الملعب. لأبو النصر ناحية الشمال. لعمر طارق. وعمر طارق بيحاول يعدي ويصوب خطافية، ما ينجحش في التسجيل، تنزل على دماغ محمد سعيد يطلعها خارج الملعب، أوت سايد لصالح النادي الأهلي. محمد ابو النصر هيطلع الكوره، لعبد الله يلحق قبل الاوت، يلعب على تومسون. تومسون ومخالفه المشي بالكره على تومسون، جه بيلف كده على ارتكازه وخاف لا يخرج خارج الملعب، اتحرك على طول الكابتن اسلام وحيد احتسب عليه مخالفه المشي بالكره. مروان يلعبها لسبنسر، مشعل لمروان داخل مروان، ويلعبها عكسيه تنط على الحلقه اللي مع عمر طارق لتومسون، وتومسون بيعدي الزول مفتوح، ويا سلام يا سلام يا تومسون على الباصه الجميله لابو النصر اللي بيطلع يسجل نقطتين يرفع النتيجه ل 15-5. سبنسر بيلف سبنسر وخرج خارج الملعب اوت سايد، يعني الكره الاولى انا قلت انها خرجت ولكن الكابتن اسلام قال يلعب، انما ما قدرش يحافظ على توازنه، خرج بالكره خارج الملعب على طول اوت سايد على الاتصالات. ابو النصر هيطلع الكره، وشايف حمد هينزل وبيخرج محمد سعيد من الاتصالات. تومسون قافل عليه مشعل، بيعدي نص الملعب قبل الثمان ثواني، لإيهاب لعبد الله ناصر لتومسون في نص الملعب في دايرة المنتصف بالظبط، بيخبطها منه مشعل وفاضل خمس ثواني، أربعة ثلاثة وبيصوب، يا سلام يا تومسون مع آخر ثانية في زمن الهجمة بيسجل نقطتين يرفع النتيجة ل 17-5. سبنسر وعكسية على أول الحلقة بيلمها عبد الله ناصر، وخطأ الشخصي كانت باصة طويلة، إيهاب أمين بيقول له يعني يلم الكرة بصيرة على طول، كان منفرد كده وطالع ولكن بيتعطل بخطأ الشخصي من المنطقة الدفاعية، يعني هيجدد زمن الهجمة. منتظر كده تومسون بيربط رباط الحذاء، وقلنا دايما اولى اولويات الحكام الحفاظ على سلامه اللاعبين، لازم ينتظروا لحد ما يربط الرباط. تومسون يسقط الكره لإيهاب، يا سلام يا إيهاب، ويلعب لعمر ولكن تخبط الكره كده، والكابتن محمود ابراهيم بيحتسب اوت شخصي اوت سايد على النادي الاهلي. تغيير في الاتصالات، بيخرج مروان وبينزل احمد حمدي. احمد حمدي لعمر ايهاب. احمد حمدي وتصويبه ثلاثيه من احمد حمدي يربع النتيجه ل 8-17. ايهاب امين يلعبها طويله لعمر طارق،
عمر لتومسون الناحية الثانية ناحية اليمين. إيهاب لتومسون لأبو النصر تحت الباسكت لعمر طارق ويلف على طول ويسجل نقطتين يرفع النتيجة ل 19-8. سبنسر باك زون مخالفة رجوع الكرة المنطقة الدفاعية على المصرية الاتصالات. سبنسر قفل عليه إيهاب أمين خلاه يرتبك ويرجع بالكرة للمنطقة الدفاعية على طول بيحتسبها الكابتن محمود إبراهيم. في تغيير في صفوف النادي الأهلي، بيخرج تومسون وإيهاب أمين وبينزل عمرو الجندي وعمر عزم. عبد الله ناصر عمر عزم عبد الله ناصر لعمر يلعبها لناصر يلم كورته وداخل ويصوت في سن الحلقه يلمها حمد لسبنسر طويله لمشعل وداخل مشعل ويا سلام يا عمر يا طارق يطير عمر طارق ويشيلها له وعبد الله ناصر وهنا في كلام هنا في كلام الكره دي احتسبت مخالفه المشي بالكره ولكن دايما بنقول الحكام هي الاقرب. عمر ايهاب وخطا شخصي على عمرو الجندي هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. دقيقه و11 ثانيه على نهايه احداث الفتره الاولى. 19 الاهلي 8 المصريه الاتصالات. واوت سايد شايف الكابتن محمود بيقول لا من الحد النهائي. بالفعل سبنسر هيطلع الكوره يلعبها لاحمد حمدي لحمد حمد وفي خطا مزدوج خطا مزدوج على سبنسر على سبنسر من الاتصالات وابو النصر من الاهلي. كابتن محمود ابراهيم بيحتسب خطا مزدوج وفي تغيير المصريه للاتصالات هيخرج عمر ايهاب وهينزل محمود يسري. احمد حمدي لسبنسر سبنسر لحمد حمد بيدور على حد يديله ولكن بتنتهي زمن الهجمه بتنتهي زمن الهجمه بينجح دفاع الاهلي انه يجمد هجوم الاتصالات وتنتهي زمن الهجمه بدون فاعليه. في تغيير في صفوف الاهلي بيخرج عبد الله ناصر وبينزل ايهاب امين. عمر عزب ايهاب امين في نص الملعب بيعدي ايهاب يرجع تاني ويصوب وياخد خطا شخصي برميتين حرتين. خطا شخصي على محمود يسري من المصريه للاتصالات هيستوجب رميتين حرتين. هيخرج ابو النصر وبينزل عمرو زهران ويصوب ايهاب الرميه الحره الاولى في سن الحلقه. بيصوب الرميه الحره الثانيه ما ينجحش في التسجيل اللي لمها حمد محمود يسري يلعبها لاحمد حمدي سبنسر بياخد منه الكوره ويعدي يقفل عليه عمر طارق وعمرو زهران لاحمد حمدي وفاضل 5 ثواني. احمد حمدي بيصوب بعيد عن الحلقه وبتنزل الكوره بيوقفها بقدمه سبنسر على طول. الكابتن اسلام وحيد بيحتسب عرقله الكوره بالقدم. عمرو الجندي عمرو الجندي بيعدي الجندي قافل عليه مشعل وفاضل 5 ثواني. ايه الجندي وداخل الجندي ويصوب ويلمها عمر طارق ولكن تلف على الحلقه ويصوب
وينجح في التسجيل. وهنشوف الكابتن اسلام وحيد. كابتن اسلام وحيد لسه هيتناقش في الكوره مع الكابتن محمود ابراهيم والكابتن محمود جمال، هيشوف هيحتسب الباسكت ولا لا. لسه منتظرين كده القرار. وما بيحتسبش، بيقول ان صفاره نهايه الفتره انطلقت بعد، انطلقت قبل ما يصوب. ده كلام الكابتن اسلام وحيد. بكده اعزائي المشاهدين استراحه دقيقتين والنتيجه 19-8 ونعود مع بدايه احداث الفتره الثانيه. لاحداث المباراه اعزائي المشاهدين والمتابعين عشاق كره السله في كل مكان وعشاق الفانيلا الحمراء والنادي الاهلي، وبدانا احداث الفتره الثانيه والكره مع الاتصالات. احمد حمدي، سبنسر، لمشعل، لمحمود يسري. محمود يقطعها عمرو زهران، ولكن هنشوف قرار كابتن اسلام بيقول اوت سايد على النادي الاهلي. فاضل 8 ثواني على نهايه زمن الهجمه. ويقطع الكره على طول عمر عزب، ودخل عمر عزب. يا سلام يا عزب، يا سلام يا عزب، دخل على طول عمر عزب قطع الكره سجل ربع النتيجه ال 21-8. سبنسر قافل عليه عمرو زهران، داخل سبنسر وبيصوب وبيسجل نقطتين يرفع النتيجه 10 الاتصالات 21 النادي الاهلي. عمر عزب، الجندي ليه، ايهاب امين اللي بيصوب ثلاثيه. ايهاب امين ثلاثيه، والكابتن محمود جمال اللي هناك بيقول باثنين. كابتن محمود جمال بيقول باثنين، وبالفعل كده اتسجلت على اللوحه بنقطتين. والكره مع مشعل وبيصوب مشعل ويسجل نقطتين يرفع النتيجه ل 12-23. كان الكابتن محمود ابراهيم رفع ايده بثلاثيه، ولكن الكابتن محمود جمال جنبيه قال لا باثنين. الجندي شايف احمد اسماعيل في اول مشاركه له مع النادي الاهلي وفي اول مباراه له موجود في الملعب. وعزب بيصوب، عزب باثنين برضو. محمود ابراهيم بيقول باثنين. حكمنا الدولي الكابتن محمود ابراهيم بيقول بنقطتين 25-12. محمود يسري من الاتصالات يلعبها لاحمد حمدي. اتصالات، احمد حمدي داخل بيصوب خطافيه يلم الكره على طول. الجندي داخل، الجندي بيخترق ويعدي ويسجل وياخد خطا شخصي برميه حره اضافيه. يا سلام يا جندي. الجندي بيعمل احلى مباريات كده، بنحس احيانا كده اللي اداؤه في الملعب بيبقى عالي جدا، تبقى الغزاله رايقه زي ما بيقولوا. هيصوب الرميه الحره الاضافيه، بينجح تسجيلها يرفع نتيجه ل 28-12. علي عمر، سبنسر قافل عليه عمرو زهران. يا سلام يا عمرو، عمرو قافل عليه. يعني بنقول الدفاع اللصيق اللي بيبقى كده بلغه الباسكت، دفاع تقيل شويه على اللعيب، يعني مش عايز اقول حاجه ثانيه. بينجح انه يطلع الكوره بره بدون ما يرتكب خطا شخصي. احمد حمدي، سبنسر، وخطا على المهاجم. حمد حب يعمل ستار لسبنسر انه يحجز عمرو زهران، فبدل ما يحجزه دفعه ارتكب على طول خطا على المهاجم. عمر عزب يلعبها لجندي، ايهاب امين لعزب في نص الملعب. الجندي، ايهاب ويصوب، ايهاب ثلاثيه. ايهاب امين يا ثلاثياتك يا ايهاب. ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن سولي المدير الفني للاتصالات. 31 الاهلي 12 الاتصالات.
انتهى الوقت المستقطع ونزل لاعبي الاهلي ارض الملعب ولاعبي الاتصالات في طريقهم لارض الملعب والكره هيطلعها علي عمر بالاتصالات لاحمد حمدي العالي عمر علي بيعدي نص الملعب لاحمد حمدي وبيسقطها لحمد تحت الباسكت وحمد بيلف ويصوب ويسجل حمد 14-31 والكره مع النادي الاهلي عزب للجندي الجندي العزب في نص الملعب للجندي تاني ناحيه اليمين لياب امين للجندي والجندي بيعدي ويصوب في سن الحلقه يلم كورته تاني يطلعها بره الايهاب اللي بيصوب في سن الحلقه يلم بقى حمد وخطأ شخصي على النادي الاهلي على احمد اسماعيل احمد حمدي يلعبها لعلي علي الحمد سبنسر احمد حمدي ناحيه اليمين لسبنسر تاني بيخترق ويحاول يعدي وخطه فيا ويسجل نقطتين يرفع النتيجه ل 16 الاتصالات 31 النادي الاهلي. كابتن محمود ابراهيم بيوقف الملعب لان احمد اسماعيل بيربط الرباط. عمر عزب يلعبها لإيهاب لعمر عزب تاني ناحية الشمال بينزل على نص الملعب لإيهاب ناحية الشمال لعمر عزب عايز يديها لعمرو زهران ولكن بيعدي ويصوت بتخبط في الحلقة من فوق يلمها الجندي الجندي لإيهاب ناحية اليمين لعمرو زهران وعمرو خطافية ما ينجحش في التسجيل وخطأ الشخصي هنشوف كابتن محمود جمال بيحتسب خطأ شخصي على أحمد إسماعيل هيستوجب إدخال الكرة من الحد الجانبي ده الخطأ الشخصي التاني من الحد النهائي أحمد حمدي مشعل لحمد حمد لعلي عمر سبنسر وخطأ شخصي على عمرو زهران عمرو يعني لسان حاله واقف بيقول انا عملت له ايه انا واقف ثابت شايف كده عمرو بيتكلم كابتن اسلام وحيد ولكن في النهايه الحكم ده قراره بنقول له سلامات يا سبنسر على ما يقوم كده بالسلامه سبنسر عبد الرحمن حسام بودي لاعب النادي الاهلي تم اعارته لنادي الزهور في الانتقالات الشتويه لاخر الموسم وبرضو افكر حضراتكم كده ب احمد اسماعيل زي ما قلنا دي اول مباراه له بعد انتقاله للنادي الاهلي في الانتقالات الشتويه
يعني احمد اسماعيل كان بيلعب في موسم 2019 2020 في النادي الاهلي، وانتقل الموسم الماضي 2020 2021 لنادي الجزيره، وبدايه الموسم لعب لنادي ضبا السعودي، وبعد كده انتقل تاني مره اخرى للنادي الاهلي مع الانتقالات الشتويه، ودي اول مباراه لاحمد اسماعيل مع النادي الاهلي في الدوري السنه دي. الكرة مع الاتصالات، علي عمر وداخل بيصوب وياخد خطأ الشخصي على عمر عزبة، يستوجب رميتين حرتين. هيصوب علي عمر الرمية الحرة الأولى، بينجح تسجيلها يرفع النتيجة ل 17-31. ويصوب الثانية، بينجح تسجيلها يرفع النتيجة ل 18-31. إياب أمين لعزب، عزب للجندي ناحية الشمال، لإياب، لعزب في نص الملعب، إياب أمين ناحية الشمال بيعدي له بيلف له عمرو زهران بيلعبها، يا سلام يا سلام يا سلام على الباصة الجميلة، ولكن بتخبط في سن الحلقة عمر عزب. عمرو زهران لما اتحرك فضة كده ناحية اليمين معاه على طول، عمر عزب نزل استلم ولكن صوب وبسن الحلقة. مشعل وكده يعني سامع صيحات ان في خطوة زيادة، ولكن بيسجل مشعل نقطتين ووقت مستقطع بيطلبه النادي الاهلي، والنتيجة 31 الاهلي 20 الاتصالات. انتهى الوقت المستقطع والكرة مع النادي الاهلي. عمرو زهران لعمر عزب، لعمرو زهران لعزب في نص الملعب، يلعبها الاياب لعزب تاني، وعزب بيحاول يعدي لاياب اللي بيعدي ويخترق ويطلع فوق ويسلم كده على حمد على ارتفاع 2.25 سنتي، ولكن ما ينجحش في التسجيل، وفي الاخير محاوله للتصويب وخطأ شخصي برميتين حرتين. رجع تاني الكابتن محمود بيقول لا من خارج الملعب. إياب لعمر عزب، لعمرو الجندي، لعمرو زهران، عمر عزب، إياب أمين لعزب، وداخل عزب يطلعها بره للجندي اللي بيصوب ثلاثيه ثلاثيه. الجندي يا ثلاثياتك يا جندي. 34-20 والكره مع علي عمر لاحمد حمدي لمشعل، بيعدي مشعل وداخل مشعل، ولكن عمر طارق بيطير له كوره بره، وقرار الكابتن محمود جمال خطا شخصي على عمر طارق. في
بينزل مودي الجرحي كابتن فريق الاهلي وبيخرج اياب امين. ويصوب مشعل الرمية الحرة الأولى ما بينجحش في التسجيل، هيصوب الرمية الحرة الثانية. بينجح تسجيلها يرفع النتيجة ل 21-34. بينزل سيف سمير وبيخرج عمر طارق. عزب وتتقطع الكرة احمد حمدي، ياخدها احمد حمدي وداخل ويلعبها على شماله لعلي عمر اللي بيسجل نقطتين يرفع النتيجه ل 23-34. عمرو الجندي لعمر عزب، عمر مقفول عليه يلعبها يعدي بيها نص الملعب على طول لمودي، ومودي لعزب لجندي ناحيه اليمين لمودي يلعبها لعزب، وعزب بيعمل فيك كده للتصويب وبيسجل نقطتين. كان عايز يطلع بثلاثيه ولكن لقى احمد حمدي داخل عليه طيره في الهواء ودخل خطوه وسجل بنقطتين. علي عمر سبنسر بيعدي سبنسر وخطا الشخصي، خطا الشخصي على عمر عزب هيستوجب رميتين حرتين. الخطأ الشخصي الثاني على عمر عزب. هيصوب الرمية الحرة الأولى سبنسر. بينجح تسجيلها يرفع النتيجة ل 24-36. وينجح تسجيل الرمية الحرة الثانية. عزب جندي المودي لعمرو زهران، عمرو داخل يلعبها بره العزب لمودي في نص الملعب، عزب ناحيه اليمين للجندي لمودي اللي بيصوب في سن الحلقه من فوق، ياخدها سيف سمير وياخد خطا شخصي على علي عمر. ده الخطأ الشخصي الثاني على علي عمر. كابتن محمود جمال بيطلب من احتياطي الاتصالات انه يجلسوا على البنج مش على الارض. مودي للجندي، عمرو زهران لمودي في نص الملعب ناحيه الشمال لعزب، عزب للجندي هيعدي الجندي وفاضل ثانيتين تطير الكره واوت سايد على الاتصالات وفاضل ثانيه، فاضل ثانيه على زمن الهجمه، يعني الكره دي عايزه تتعلى في الهواء كده على طول ويلمسها او يصوبها على طول سيف سمير ولا هنشوف كده هتتعمل ازاي وهينفذها ازاي مودي. بالفعل انتهت الثانية، كانت عايزة فوق في الهواء ويطلع على طول سيف سمير ويصوب بيها على طول. اوتسايد للاتصالات. أحمد حمدي لعلي عمر. عمر لحمدي. لعلي عمر وداخل علي عمر ويصوبها عكسية ويسجل ولكن بيتشعلق كده في الحلقة حمد والكابتن محمود أنا شايفه بيقول بعد الكورة. مودي لجندي لمودي لجندي يلعبها لعمر عزب اللي بيصوب في سن الحلقه يلمها حمد، حمد لسبنسر بيحاول يبعد عنده عمرو زهران ولكن عمرو ماشي معاه ولازق معاه وبيحتسب خطأ شخصي على عمرو زهران. تغيير بيخرج عمر عزب وبينزل
تومسون. هيصوب سبنسر الرمية الحرة الأولى بينجح تسجيلها. ثمانية وعشرين ستة وثلاثين. ويصوب الثانية في سن الحلقة يلمها مودي. مودي للجندي ناحية الشمال، لمودي في نص الملعب، لتومسون، لعمرو زهران، لسيف. يلعبها لتومسون اللي بيصوب في سن الحلقه من جوه، تروح على طول لعلي عمر من الاتصالات. علي عمر يلعبها لمروان، ومروان داخل يلعبها بره لاحمد حمدي، لمروان تاني اللي بيصوب ثلاثيه. مروان يرفع النتيجه ل 28 31 36 ودقيقه و15 ثانيه. تومسون يلعبها لعمرو زهران، لمودي الجندي ناحيه اليمين، لمودي تومسون الجندي، ويعدي الجندي يلعبها لمودي اللي بيصوب مع اخر ثانيه في زمن الهجمه، ولكن تروح للاتصالات. سبنسر اللي بيصوب، سبنسر ثلاثيه، سبنسر ثلاثيه، ووقت مستقطع بيطلبه المدير الفني للنادي الاهلي مستر اوجستين بوش. 36 34 الوقت المستقطع. 36 الاهلي 34 الاتصالات، 44 ثانيه على نهايه احداث الفتره الثانيه والشوط الاول. والكره مع الاهلي، تومسون لمودي، تومسون بيعدي نص الملعب لمودي ناحيه اليمين، لتومسون ثاني. بيحضر تومسون خطته لعمرو زهران تحت الباسكت لسيف، وسيف ونقطتين على طول، نقطتين. كابتن محمود ابراهيم يمكن حمد بيقول له لمست الحلقه، ولكن طالما طلعت صعود ونازله تاني يبقى عليها حظ، ويرفع النتيجه ل 38 34 في نقاش. حمد ما زال بيتكلم كابتن محمود، طالما الكرة هي لمست الحلقة وطالعة ونازلة تاني، طالما نازلة تاني يبقى في حظر. ده الكابتن محمود احتسبها عشان كده. أحمد حمدي حمد لمروان، لأحمد حمدي لمروان عاطف، وخطا شخصي، خطا شخصي على عمرو زهران. هيستوجب رميتين حرتين لان الاهلي ارتكب اكثر من اربع اخطاء شخصيه، ده الخطا الشخصي الثالث على عمرو زهران. يعني انا ما فهمتش الفاول في ايه؟
بيخرج عمرو زهران وبينزل إيهاب أمين. بيصوب الرمية الحرة الأولى سبنسر بينجح تسجيلها 35-38. بيصوب الرمية الحرة الثانية بينجح تسجيلها 36-38. وبيخرج سبنسر وبينزل محمود يسري من الصلاة. تومسون وثانيتين وبيصوب بعيد عن الحلقة وبتنتهي أحداث الفترة الثانية والشوط الأول. أعزائي المشاهدين والمتابعين بتقدم النادي الأهلي 38-36. استراحة قصيرة نعود بحضراتكم إلى الإعلامي المميز نجم مصر الكابتن هيثم السعيد ونجومه الكبار الكابتن محمد السلعاوي والكابتن كريم ضيف، وانتظرونا الأحداث الشوط الثاني. كونوا معنا. كان معكم معلقكم الرياضي الدكتور وائل أبو العزم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا نجم مصر النادي الاهلي الاعلامي المميز كابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن محمد السلعاوي والكابتن كريم ضيف، وعوده الى ملعب المباراه والصاله المغطاه واحداث الفتره الثانيه من الفتره الثالثه والرابعه من الشوط الثاني لمباراه الاهلي والاتصالات اللي انتهت احداث الفتره الاولى 19-8 لصالح النادي الاهلي، والفتره الثانيه 38-36 لصالح النادي الاهلي. يعني لو لخصنا كده احداث الفتره الاولى والثانيه هنقول ان كانت الفتره الاولى تسيد للاعبي الاهلي، قدر لاعبي الاتصالات انهم يرجعوا يعوضوا يوصلوا لان النتيجه تنتهي في احداث الشوط الاول بتقدم الاهلي 38-36. هفكر حضراتكم بتشكيل الفريقين، بيمثل النادي الاهلي النهارده عمرو زهران، عمر عزب، ايهاب امين، عمرو الجندي، سيف سمير، مودي الجرحي، محمود وليد عبد المحسن، احمد اسماعيل، مايكل تومسون، محمد ابو النصر، عبد الله ناصر، عمر طارق. طبعا الاداره الفنيه زي ما احنا عارفين مستر اوجستين بوش، ومعاه كابتن احمد الجرحي وكابتن رامي الدياستي، والاحمال الكابتن محمد الشيحي، ومدير اداري كابتن طارق الغنام، والاداري دكتور وليد الخراط. اما العلاج الطبيعي دكتور هيثم عاطف، والطبيب دكتور محمد جاد، والمهمات حامد الكاس. اما الاتصالات بيمثله مروان عاطف، محمد بسيوني، ديوريك سبنسر، محمود يسري، عمر ايهاب، رأفت عماد، علي عمر، محمد سعيد، علي مرعي، مصطفى مشعل، احمد حمدي، حمد فتحي. والاداره الفنيه كابتن محمد سليم سولي، ومعاه كابتن طارق محمد وكابتن خالد حمدي، والاحمال كابتن وليد ابو النور، والمدير الاداري كابتن مصطفى صالح، والإداري كابتن محمد مجدي، والطبيب دكتور إسلام كساب، والمهمات كابتن علاء سيد. بيحكم لقاء اليوم الحكام الدوليين كابتن إسلام وحيد وكابتن محمود جمال وكابتن محمود إبراهيم، وبيراقب المباراة كابتن أحمد كامل مساعد. أما على طاولة التسجيل مسجل عبد الرحمن جاد الرب، ومعاه أحمد طارق ومحمد الأمير وإسلام نبيل. قبل المباراة انتهت مباراة الاتحاد السكندري والزمالك بفوز الاتحاد السكندري 85-78، ومباراة سبورتنج ومصر التأمين بفوز سبورتنج 70-60. يمكن كده أرجع بحضراتكم دقيقتين كده الكرة اللي اتحسبت باسكت من عرقلة حمد لاعب الاتصالات للكرة. الكرة طبعا احنا أما بنوصف قرار الحكم وهو خد القرار ليه، انما ما بنشرحش قانونيته ولا كان قانون القرار هنا ايه، انما احنا بنشرح قرار الحكم هو شاف ايه ورؤيته ايه. يعني كابتن محمود ابراهيم لما شاف الكره لمست الحلقه وطلعت وهي نازله شالها حمد، هو على طول احتسبها باسكت. احنا ما بنتكلمش هنا بقى في قانونيه الكره، ولكن احنا بنقول القرار هو عمل ايه، احنا الشرح بتاعه. انما طبعا دايما احنا عارفين ان
الكرة ما بتلمس الحلقة بينتهي الحظر عليها، ولكن احنا بنشرح تقدير الحكم عشان يمكن في استفسارات كتيرة جات لي على شرح القانون في النقطة دي. احنا طبعا مش هنشرح القانون دلوقتي، ولكن احنا بنوضح الحكم خد القرار هنا ليه او ان هو شاف ايه بالظبط. بيستعد الفريقين لنزول ارض الملعب لبدء احداث الفترة الثالثة والشوط الثاني. شايف كده بيستعد عبد الله ناصر وتومسون ومحمد ابو النصر، يعني غالبا هل هيبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه الفتره الاولى. يمكن قبل اللقاء وانا بكلم مستر اوجستين بوش بساله بقول له انا عايز اسمك الرسمي اللي في البطاقه، فاوجستين ولا اوجستي، فضحك قال هو الرسمي جدا اوجستين، ولكن قال لي المحبب ليا وللجماهير اوجستي. يعني يمكن دي من طرائف الاسماء اللي دايما بنتكلم عليها واسماء المحترفين خصوصا اللي عندنا. يعني بالفعل كده التشكيل هو اول تشكيل نزل، ولكن باستثناء ان موجود تومسون عبد الله ناصر، ايهاب امين، ابو النصر، عمر طارق، او يمكن هو نفس التشكيل. وتشكيل الاتصالات حمد ومروان وسبنسر واحمد حمدي وعلي عمر. بدات احداث الفتره الثالثه اعزائي المشاهدين، والكره مع النادي الاهلي. ابو النصر لايهاب امين، ابو النصر لايهاب امين، ويصوب ايهاب بعيد عن الحلقه، ولكن عمر طارق بيحل على طول الموضوع ويسجل نقطتين، والكره تتقطع من الاتصالات. تومسون لايهاب امين في نص الملعب، بيطلب من لاعيبته انها تلف، وبيقول لتومسون قرب لعبد الله. لايهاب امين تاني، وايهاب داخل بيخترق يطلعها بره لابو النصر اللي بيصوب في سن الحلقه، يلمها عمر لطارق، عمر لعبد الله، وخلفيه من ابو النصر لعمر طارق، ولكن خارج الملعب اوتسايد. تومسون بيقطع الكوره لايهاب امين، داخل ايهاب ويصوب ايهاب ويسجل ايهاب. 42-36، وكوره مع مروان، يلعبها لعلي عمر، لحمد، لعلي عمر تاني ناحية اليمين، لسبنسر اللي بيصوب في سن الحلقة، يلمها عبد الله ناصر، لإيهاب أمين، إيهاب لتومسون اللي بيصوب في سن الحلقة، يلمها سبنسر، لعلي عمر، لأحمد حمدي، لمروان، ومروان بيعلي الكرة لحمد، وحمد بياخد الكرة على الواقف كده وبيصوب، تخبط في سن الحلقة، وعمر طارق بيضرب الكرة من تحت الباسكت على طول الحكام بتحتسبها. 38 الاتصالات، 42 الاهلي. عمر طارق لتومسون، تومسون بيعدي ويسقطها لعمر طارق، ولكن عمر طارق وهو كده في الاند لاين بيدوس على خط الملعب، بيبقى خارج الملعب اوتسايد. حمد واقع على الارض، يا محمد قول له سلامات. احمد حمدي يلعبها لعلي عمر، علي عمر لحمد، لعلي تاني، لسبنسر، لعلي عمر، بيسقطها لحمد تحت الباسكت، ومخالفة المشي بالكرة على حمد، مخالفة المشي بالكرة على حمد. عبد الله ناصر هيطلع الكرة لتومسون، بيعدي نص الملعب لعبد الله ناصر، لتومسون، لابو النصر، ايهاب امين لعمر طارق، لايهاب تاني في نص الملعب،
يا بالناحية التانية لأبو النصر لتومسون وفاضل 4 ثواني وبيسقطها لعمر طارق. دنك من عمر طارق جميلة يرفع النتيجة ل 44-38. سبنسر قافل عليه أبو النصر. حمد بيحاول يعمل له ستار، بيسقطها لحمد تحت الباسكت ويطلع ويصوب، ما ينجحش في التسجيل، يلمها عبد الله ناصر، وعبد الله ناصر يلعبها لتومسون لابو النصر، وداخل ابو النصر ويصوب وياخد خطا الشخصي برميتين حرتين على احمد حمدي. خطا الشخصي الاول على احمد حمدي من المصريه للاتصالات. هيخرج حمد وينزل محمد سعيد من المصريه للاتصالات. بينجح بالتسجيل يرفع النتيجه ل 45-38. والكره مع الاتصالات. علي عمر لمحمد سعيد، لعلي عمر لسبنسر. سبنسر يلعبها لعلي عمر اللي بيحاول يخترق، تقع منه الكوره، يلعبها في نص الملعب لسبنسر وفاضل 3 ثواني وبيصوب من بعيد، بعيد عن الحلقه، وبالفعل بتنتهي زمن الهجمه، بتنتهي زمن الهجمه، مخالفه زمن الهجمه لصالح النادي الاهلي. وفي تغيير، هينزل محمود يسري ويخرج علي عمر من الاتصالات. عبد الله ناصر هيطلع كوره لتومسون. ابو النصر ايهاب ويصوب في سن الحلقه من فوق، لما عبد الله ناصر ويصوب في سن الحلقه ويكملها عمر طارق كده على طريقه لعيب الطايره، بيلمسها بطراطيف صوابعه وبيسجل نقطتين، يرفع النتيجه 47-38. احمد حمدي سبنسر بيعدي من ناحيه اليمين، سبنسر يقف على كورته، يلعبها لاحمد حمدي، بيخترق احمد حمدي وداخل وفي سن الحلقه يلمها يا بامين، وخطا سلوك الرياضي على محمد سعيد من المصريه للاتصالات. خطا سلوك الرياضي بيحتسبه الكابتن اسلام وحيد على محمد سعيد. رميتين وحيازه. هيصوب ايهاب امين الرميه الحره الاولى. هيصوب الرميه الحره الثانيه. بينجح تسجيلها يرفع النتيجه ل 48-38. بيخرج مروان وبينزل مشعل من الاتصالات. تومسون ويعني تومسون هنا بيتكلم الكابتن اسلام بيقول له محمود يسري يعني هو لازق فيا وانا بتحرك. احنا بنوصف طبعا في الملعب، ما بنقولش القرار صح ولا غلط، ملناش ان احنا نقول القرار صح ولا غلط، ولكن قرار الكابتن اسلام خطا على المهاجم. محمود يسري لمحمد بسيوني لمشعل، محمد سعيد لمحمود يسري، سبنسر وخطا شخصي على النادي الاهلي. على ابو النصر ده الخطا الشخصي الثالث. عمر عزب هينزل
ويخرج أبو النصر. بياخد تحية زمايله كده وهو خارج بيشجعوه. ودي الروح الجميلة لما يبقى اللاعب خارج ويلاقي زمايله بتشجعه، يعني بيحس انه عمل شغل داخل الملعب. سبنسر تتقطع منه الكرة واوت سايد على النادي الاهلي. باسيوني، محمود يسري، وخطأ على المهاجم على سبنسر. خطأ على المهاجم على سبنسر. لا احتسبها كابتن اسلام، بيقول على محمد سعيد رقم 11، ويمكن سبنسر هو اللي بيتكلم بيقول انا ما عملتلوش حاجه، هو فعلا مش عليك يا سبنسر، على محمد سعيد. كابتن محمود جمال كان بيشرح القرار للكابتن سولي المدير الفني للاتصالات. والكوره مع تومسون، بيعدي تومسون، وخطأ الشخصي على محمود يسري. يعني لاعب تومسون لاعب محترف وذكي، قدر يوضح الفاول لكابتن اسلام وحيد على طول، فاحتسب على طول الخطأ الشخصي. عزب، في تغيير، حمد هينزل ويطلع محمد سعيد. محمد سعيد عنده ثلاث أخطاء شخصية. تومسون يلعبها لإيهاب، وإيهاب يا سلام يا إيهاب، إيهاب بيباص الكرة جميلة لعمر طارق، وكان طالع على الدنك ولكن حمد قفل السكة قدامه، باص الكرة وخطأ شخصي من خارج الحدود. خطأ شخصي على حمد. ده الخطأ الشخصي الخامس على الاتصالات، هيستوجب رميتين حرتين لعبد الله ناصر. زي ما حضراتكم عارفين ان الفريق اللي بيرتكب اكتر من اربع اخطاء شخصيه، اي خطأ شخصي على الدفاع في غير حالات التصويب بيستوجب رميتين حرتين. ليه بقول في غير حالات التصويب؟ لان لو اللاعب اساسا بيصوب بيستوجب رميتين حرتين، لو بيصوب من منطقه متوسطه او بيصوب من الثلاثية بيستوجب ثلاث رميات، أو لو أحرز بياخد رمية حرة إضافية. أما الخطأ الشخصي في غير حالات التصويب على المدافع بعد الأربع أخطاء شخصية هيستوجب رميتين حرتين. الكرة مع الاتصالات، وخطأ الشخصي على عزب. خطأ الشخصي على عمر عزب. ده الخطأ الشخصي الثالث. سبنسر واوت سايد على محمد باسيوني. سبنسر بيبصيله الكرة وهو خارج الملعب، رجليه خارج حدود الملعب على طول، اوت سايد لصالح النادي الاهلي. عبد الله ناصر يلعبها لتومسون. تومسون قافل عليه محمود يسري، بيلعبها لعزب بعد خط النص قبل الثمان ثواني لتومسون تاني. بيعدي تومسون ويصوب في سن الحلقه، وتنزل ثلاثيه تومسون، يعني الكره علقتنا كلنا يا تومسون. بيصوب في سن الحلقه وتطلع وتنزل ثلاثيه، اول ثلاثيه لتومسون. 51-38. سبنسر وتصويبه بيشيلها له على طول لعمر طارق، لعمر عزب، الناحيه الثانيه لايهاب اللي بيصوب ايهاب في سن الحلقه، ومحاوله يلم عبد الله ناصر، ويطلع عبد الله ناصر يسجل نقطتين يرفع النتيجه ل 53 الاهلي، 38 المصريه للاتصالات. ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن سولي المدير الفني المصريه للاتصالات.
انتهى الوقت المستقطع والكرة مع الاتصالات. احمد حمدي هيطلع الكرة يلعبها لمحمد بسيوني لسبنسر ويصوب سبنسر في سن الحلقة يلمها بسيوني لمحمود يسري لمشعل اللي بيصوب في سن الحلقة يلمها عبد الله ناصر. عبد الله لتومسون بيلعبها من غير ما يكون شايفه تومسون وتتقطع الكرة و يعمل لها عرقلة كده بالقدم بيحتسبها الكابتن محمود جمال عرقلة بالقدم لصالح الاتصالات. أحمد حمدي بسيوني سبنسر في نص الملعب سبنسر يلعبها لبسيوني لمشعل وخطأ شخصي خطأ شخصي كابتن محمود جمال بيحتسبه على عبد الله ناصر هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. كابتن اسلام وحيد بيطلب معاوني الملعب لتجفيف ارضيه الملعب من العرق. 53 الاهلي 38 الاتصالات 3 دقائق 39 ثانية على نهاية أحداث الفترة الثالثة. أحمد حمدي بيلعبها لسبنسر سبنسر لبسيوني لسبنسر وداخل سبنسر وبيسجل نقطتين يرفع النتيجة ل 40 53. عزب وباصة طويلة على تومسون خارج الملعب أوتسايد. أوتسايد لصالح الاتصالات. كابتن محمود بيحذر عزب بيقول له ما تخرجش خارج الملعب. أحمد حمدي لسبنسر لبسيوني لمحمود يسري البسيوني تاني اللي بيصوب ثلاثية بسيوني يرفع نتيجة ل 43 53 والكورة مع تومسون قافل علي مشعل بيعدي منه يلعبها لعزب عزب يستنى حد يفضله بيلعبها لتومسون وفاضل 7 ثواني وخطأ الشخصي على مشعل. خطأ الشخصي على مشعل هيستوجب رميتين حرتين لأن الاتصالات ارتكب أكثر من 4 أخطاء شخصية. بيصوب الرمية الحرة الأولى بينجح في تسجيلها يرفع النتيجة 54-43. ويصوب الرمية الحرة الثانية وينجح في تسجيلها 55-43 والكرة مع الاتصالات محمود يسري لأحمد حمدي سبنسر وخطأ الشخصي على عمر عزب. خطأ الشخصي على عمر عزب والخطأ الشخص الرابع. هيصوب الرمية الحرة الثانية بينجح تسجيلها يرفع النتيجة ل 45-55 والكرة مع تومسون بيعدي تومسون بيطلع له عبد الله ناصر. عبد الله ناصر تومسون بيطلب الكره تاني ولكن بيلعبها لعزب وفاضل 3 ثواني وتصويبه في سن الحلقه و اوتسايد. كابتن اسلام وحيد الكره على يعني في كده شك انها على بسيوني والكابتن اسلام وحيد والكابتن محمود جمال هيتناقشوا وبالفعل بيصلح قراره الكابتن مستر اوجستين بيقول له لا ديت يعني لينا فبفعل ان الكره طالعه اوت وبيسلم اهو على بسيوني والكابتن محمود جمال بيصلح القرار مع الكابتن اسلام وحيد وبيحتسبها للنادي الاهلي.
زي ما قلت لحضراتكم احنا بنوصف اللي في الملعب، ما بنقولش القرار المفروض ايه، احنا بنقول الحكم شاف ايه عشان كده احتسب ايه. ايه بقى مين؟ عمر عزب. ليه عمر طارق تحت الباسكت بيسجل نقطتين يرفع النتيجه ل 57-45. بسيوني. داخل بسيوني بيلعبها بره لمحمود يسري المشعل. مشعل داخل مشعل ويصوب يشيلها له عمر طارق. تروح الكره لإيهاب الألفي، لإيهاب أمين. وأوت سايد، باصة طويلة من إيهاب أمين أوت سايد. تغيير هينزل. علي عمر وبيخرج مصطفى مشعل. علي عمر. لأحمد حمدي. وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين لأن الأهلي ارتكب أكثر من أربع أخطاء شخصية. هيصوب الرمية الحرة الأولى بينجح تسجيلها يرفع نتيجة ل 46-57. وينجح تسجيل الرمية الحرة الثانية 47-57. إيهاب أمين. وخطأ شخصي على علي عمر هيستوجب رميتين حرتين لصالح إيهاب أمين. هيصوب الرمية الحرة الأولى بينجح تسجيلها يرفع النتيجة ل 58-47. هيصوب الرمية الحرة الثانية. بينجح تسجيلها 59-47. بيخرج إيهاب أمين وبينزل عمرو الجندي. والكرة مع علي عمر. يلعبها لأحمد حمدي لعلي عمر تاني لمحمد بسيوني لمحمود يسري. سبنسر لبسيوني لسبنسر بيحاول يخترق ويعدي وبيلعبها بره وفاضل ثانيتين وتصويبه من أحمد حمدي في سن الحلقة يلمها عمر طارق لتومسون. تومسون لعبد الله ناصر يرجعها لتومسون لعمر طارق للجندي لعبد الله ناصر تحت الحلقه وخطأ الشخصي. وهنشوف كابتن قرار الكابتن محمود يقول نو كاونت وخطأ الشخصي على بسيوني هيستوجب رميتين حرتين. بيقول ان الكوره كانت تحت، بنشرح قرار الحكم بنقول ان بيقول ان الكوره كانت لسه تحت قبل محاوله التصويب. هيستوجب رميتين حرتين لان زي ما قلنا لحضراتكم الاتصالات ارتكب اكتر من اربع اخطاء شخصيه. بيصوب الرميه الحره الاولى ما بينجحش في التسجيل، هيصوب الرميه الحره الثانيه. بينجح تسجيلها يرفع النتيجه ل 60-47. محمود يسري. بيعدي محمود يسري. لبسيوني. سبنسر. بيعدي سبنسر تتقطع منه الكرة ترجع تاني لمحمود يسري. يلم الكرة عمر طارق لتومسون. بيعدي نص الملعب يلعب على ابو النصر وداخل وبيصوب وبيلغي كابتن اسلام وحيد. بيقول ان الخطأ الشخصي قبل التصويب. يبقى في الحالة دي هيستوجب برضه رميتين حرتين لأن الاتصالات ارتكب أكتر من أربع أخطاء شخصية. بيصوب الرمية الأولى ما بينجحش في تسجيلها، هيصوب الرمية الحرة الثانية.
في لاعب الاتصالات احمد حمدي واقع في الارض بيستدعي له الطبيب كابتن محمود جمال، وبينزل مكانه مروان عطف. هيصوب الرميه الحره الثانيه. بينجح تسجيلها يرفع نتيجه ل 61-47. بيخرج ابو النصر وبينزل ايهاب امين. 23 ثانيه ونص على نهايه احداث الفتره الثالثه. علي عمر يلعبها لمحمود يسري، قافل علي الجندي، يسيبها لمروان. مروان بيصوب ثلاثيه، بيسجل ثلاثيه يرفع النتيجه ل 50-61. فاضل خمس ثواني. يلعبها بره لتومسون اللي بيصوب في سن الحلقه، وبتنتهي الفتره الثالثه اعزائي المشاهدين والمتابعين بتقدم النادي الاهلي 61-50. دقيقتين راحه ونرجع لحضراتكم مع احداث الفتره الرابعه. مرة أخرى أصدقائي الأعزاء عشاء كرة السلة في كل مكان وعشاء النادي الأهلي أمام شاشات وقناة النادي الأهلي، والفترة الرابعة لمباراة الأهلي والمصرية للاتصالات اللي انتهت أحداث الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 61-50. اللي لسه بيتابعنا نقول له إن أحداث الفترة الأولى انتهت بتقدم الأهلي 19-8، والفترة الثانية تقدم النادي الأهلي 38-36، والفترة الثالثة 61-50. الفترة الرابعة ودائما بنقول هي فترة الحسم اللي هتبدأ وهتنطلق الآن، والكرة هتكون في حيازة المصرية للاتصالات. مروان هيطلع الكرة يلعبها لمحمود يسري، قافل علي تومسون، بيعدي نص الملعب، يسقطها لحمد. حمد يخبط كده من ايده الجندي الكوره، ولكن يسيطر على كورته تاني، يلعبها لسبنسر ويصوب سبنسر، وصيره في سن الحلقه ويشيلها من على الحلقه، ولكن ياخدها محمود يسري لعلي عمر اللي بيصوب ثلاثيه. علي عمر يرفع النتيجه ل 53 الاتصالات، 61 النادي الاهلي. تومسون الجندي، تومسون، إيهاب أمين لتومسون في نص الملعب للجندي، ويصوب الجندي، ترجع له الكرة تاني، وخطأ شخصي على مروان عاطف من المصرية للاتصالات. الخطأ الشخصي التاني. تومسون هيطلع الكرة يلعبها لابو النصر لإياب أمين في نص الملعب، لابو النصر ناحية الشمال، داخل أبو النصر ويصوب، ولكن فين من حمد؟ حمد بيشيل الكرة، تروح على طول لمروان. مروان لعلي عمر، علي بيحاول يخترق، رجعها تاني لمروان في نص الملعب، قافل عليه الجندي، سبنسر ويسقطها لحمد اللي بيحاول يسجل، تخبط سن الحلقه من جوه وترد، ياخدها اياب امين وداخل على الباسكت، داخل اياب، يا سلام يا اياب، يا سلام يا ابو النصر، بيلمها الجندي، باصه جميله ولكن ما يقدرش يسيطر على كورته ابو النصر، فتروح الكره على طول للجندي، وداخل الجندي ويصوب في سن الحلقه ومحاوله، ولكن تروح في الاخير لمروان لسبنسر، يلعبها لمحمود يسري والزون مفتوح، وداخل يسري ويصوب ويسجل تصويبه سلميه يرفع نتيجه ل 55-61. تومسون لجندي، تومسون تاني لإيهاب امين، ابو النصر لإيهاب، إيهاب لأبو النصر، فاضل اربع ثواني،
يلعبها بره الإيهاب اللي بيصوت في سن الحلقة، يلمها حمد لسبنسر لمروان علي عمر. علي داخل وبيخترق وبيصوت وبيسجل، يرفع النتيجة ل 55-61. وقت مستقطع بيطلبه النادي الأهلي، عفوا 57-61. الوقت المستقطع أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، عشاق كرة السلة المصرية وعشاق النادي الأهلي، وبيصوب رمية حرة كانت نتيجة خطأ فني. وكرة مع تومسون لسيف لتومسون ابو النصر، يلعبها للجندي، لابو النصر للجندي اللي بيصوب الجندي في سن الحلقة، واوت سايد على حمد، اوت سايد على حمد. للجندي، لإيهاب تاني، للجندي، لأبو النصر، ومخالفة الثلاث ثواني على سيف سمير. مروان يلعبها لمحمود يسري. بيعد نص الملعب. قافل عليه تومسون، يلعبها لسبنسر. لحمد، وحمد نشوف كده قرار الحكام ايه، في نقاش ما بين الكابتن محمود جمال والكابتن اسلام وحيد، هل هي خطأ على المهاجم ام على المدافع، يعني في نقاش حوالين القرار. والكابتن محمود جمال بيحتسبها خطأ على المهاجم على حمد. تومسون بيطلع الكرة لابو النصر. لسيف. لابو النصر وفي ايقاف للملعب. حمد وهو بيتحرك خبط تقريبا في ايهاب امين، فايهاب وقع على الارض فوقفوا الملعب عشان يقوموه.
والكرة مع ابو النصر لتومسون، لسيف لتومسون، ابو النصر في نص الملعب لايهاب بيسقطها لسيف سمير اللي بيصوب ويسجل نقطتين للنادي الاهلي، يرفع نتيجه 63-57. سبنسر، مروان يلعبها لمحمود يسري، لعلي عمر، بيعدي علي داخل وبيقتحم وبيصوب في سن الحلقه، يقطعها ايهاب يلعبها لسيف لتومسون، تومسون لسيف هيلعبها لسيف، لا بيلعبها الناحيه الثانيه لابو النصر ترجع له ثاني ويصوب في سن الحلقه، يلم الكره ايهاب يلعبها خلفيه كده لعمرو الجندي، وعمرو تاني بيرد له الهديه، وهنشوف نتيجه الهديه ايه في سن الحلقه. بيصوب تصويبه ثلاثيه ولكن بتيجي في سن الحلقه من فوق، تروح الكره للاتصالات، مروان لعلي عمر، لمروان لسبنسر، سبنسر يسقط الكره الناحيه الثانيه لعلي، يلعبها لمحمود يسري، محمود يطلع الكرة لمروان اللي بيصوب، مروان ثلاثية، مروان ثلاثية، مروان عاطف يرفع نتيجة ل 60-63. الجندي تحت الباسكت لسيف ويسجل سيف، يرفع نتيجة 65-60. خمس دقايق على نهاية المباراة، والكرة مع الاتصالات، محمود يسري، سبنسر بيصوب، سبنسر ثلاثية 63-65. تومسون، سيف لتومسون، ايهاب امين لسيف بيصوب سيف ما ينجحش في التسجيل، يلمها سبنسر، محمود يسري، محمود يسري لسه مع الكوره يلعبها لسبنسر، وسبنسر بيصوب ثلاثيه 66-65، وأول تقدم للاتصالات 66-65، وأربع دقايق، وكرة مع تومسون، إيهاب أمين لسيف، سيف يطلعها بره تاني لإيهاب، إيهاب لتومسون اللي بيصوب في سن الحلقة، ترد لسيف اللي بيحاول وينجح إنه يسجل نقطتين ويرجع التقدم تاني للأهلي 67-66. علي عمر لسبنسر، لمروان يعكس الناحيه الثانيه لمحمود يسري اللي بيصوب وتخبط في الحلقه من جوه، ترد للجندي، الجندي لايهاب، وايهاب داخل ويعدي، ايهاب جميله بيعمل دبل جامب في الهواء كده وبيعدي وبيسجل نقطتين، يرفع نتيجه ل 69-66. علي عمر يطلعها بره لمحمود يسري، لمروان بيصوب، مروان في سن الحلقه، وخطا شخصي، هنشوف على مين، خطا شخصي على حمد، خطا شخصي على حمد، كابتن محمود جمال بيطلب من احتياطي الاهلي انهم يقعدوا، طبعا اعصابهم اتشدت في الدقائق اللي فاتت والتعادل وتقدم الاتصالات، كلهم وقفوا طبعا قلقانين على النتيجه 66 الاتصالات 69 الاهلي، 3 دقائق و16 ثانيه. والكره لصالح النادي الاهلي، ابو النصر يطلع الكره يلعبها لتومسون، تومسون لسيف، لإيهاب أمين، لتومسون في نص الملعب، لسيف، لإيهاب، لتومسون تاني وداخل ويلعبها لسيف اللي بيقف في الهواء ويصوب ويسجل نقطتين، يرفع النتيجة ل 71-66. مروان، محمود يسري، لسبنسر، لمحمود يسري، سبنسر وداخل، سبنسر بيقف في الهواء ويصوب وبينجح انه يسجل نقطتين، يرفع النتيجه ل 68-71. تومسون لايهاب امين، بيعدي نص الملعب لتومسون تاني لايهاب، ايهاب بيعدي
ويقف في الهواء ويسجل نقطتين للنادي الاهلي يرفع النتيجه ل 73-68. سبنسر وخطا شخصي، هنشوف قرار كابتن اسلام وحيد. خطا شخصي على النادي الاهلي، خطا شخصي على ابو النصر، خطا شخصي الرابع. والكره مع مروان لسبنسر، سبنسر قافل عليها ابو النصر وبيحاول، ولكن خطا شخصي. كابتن محمود ابراهيم بيحتسب خطا شخصي. خطا شخصي على سير سمير. الخطا الشخصي الاول على سيف، بيصوب سبنسر بيسجل الرميه الحره الاولى 69-73. ويسجل الرميه الحره الثانيه 70-73. تومسون ليجندي لتومسون تاني، يلعب على ابو النصر اللي بيصوب في سن الحلقه، يلمها سيف وطالع سيف ويسجل سيف، وخطا شخصي برميه حره اضافيه 75-70. وفاضل دقيقه 52 ثانيه على نهايه المباراه. هيصوب الرميه الحره الاضافيه، بينجح تسجيلها 76-70. علي عمر يلعبها لمحمد بسيوني، وخطا الشخصي كابتن اسلام وحيد بيحتسبه على تومسون، هيستوجب ادخال الكره من الحد النهائي. خطا الشخصي الرابع على تومسون، بيخرج محمود يسري من الاتصالات وبينزل مصطفى مشعل. مروان لباسيوني، لمروان تاني، يسقطها لسبنسر لعلي، وفي ايقاف للملعب. سبنسر واقع على الارض بيستدعي له طبيب، و في لاعب من الاهلي برضه واقع على الارض. الكرة الأخيرة اللي خبطوا بعض الاثنين. سلامات للاثنين، نشوف مين الواقع من الأهلي. إيهاب أمين بتقول له سلامات يا إيهاب. تقريبا استنصر مع الحركة، الاثنين خبطوا ببعض، الاثنين اتجرحوا، بنقول لهم سلامات الاثنين. خرج ايهاب شايف كده حاطط قطنه على راسه، وسبنسر في الارض برضه الطبيب نازل له. بيقوم سبنسر نقول لهم سلامات. نزل عمر عزب النادي الاهلي، ونشوف مين هينزل في الاتصالات. نزل حمد تاني، دقيقة 38 ثانية 76 الآلي 70 الاتصالات.
وفاضل 10 ثواني على زمن الهجمه من ساعه ايقاف الملعب، والكره كانت في حيازه الاتصالات. بسيوني العلي، علي داخل وبيسقطها لحمد تحت الباسكت وبيصوب حمد وبيسجل وهو واقف كده، النتيجه على طول بيرفعها ل 72-76. تومسون لجندي بيعمل له ستار سيف وبيعدي الجندي وبيصوب الجندي في سن الحلقه من فوق، يلمها بسيوني لعلي لمروان، مروان لعلي بتقطع الكوره وتروح لعزب وداخل عزب وداخل عزب، وخطا شخصي، خطا شخصي لصالح عزب هيستوجب رميتين حرتين على علي عمر من الاتصالات. 76-72 ودقيقه وثلاث ثواني على نهايه المباراه. ورميتين حرتين لعمر عزب هيصوب الرميه الحره الاولى. بينجح تسجيل الرمية الحرة الأولى 77-72، هيصوب الرمية الحرة الثانية. بينجح تسجيل الرمية الحرة الثانية ويرفع نتيجة ل 78 الأهلي 72 الاتصالات. ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن سولي المدير الفني للاتصالات. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين، والاتصالات طلب يلعب من المنطقه الاماميه بزمن هجمه 14 ثانيه. طبعا بيحاول يضغط، بيحاول ان هو يكسب وقت خلال الدقيقه. وعلي عمر لباسيوني لعلي لمروان لعلي عمر، وخمس ثواني وعلي وبيصوب علي، يلمها في سن الحلقه يلمها عزب على طول لتومسون. تومسون بيعدي نص الملعب، هلا يلعب كابتن اوجستا على ال 24، وتومسون بيصوب في سن الحلقه، تروح الكره على طول لعلي عمر، علي المروان، مروان بره المشعل لحمد، وخطا شخصي، خطا شخصي على سيف، خطا شخصي على سيف هيستوجب رميتين حرتين لان الاهلي ارتكب اكثر من اربع اخطاء شخصيه. نازل سبنسر بعد حاطط بلاستر كده فوق حاجبه، بنقول له سلامات، وشايف الناحيه الثانيه ايهاب ربط راسه، بنقول له سلامات يا ايهاب. بينزل سبنسر وبيخرج محمد بسيوني، وحمد هيصوب الرميه الحره الاولى
ما ينجحش في تسجيلها، يصوب الرميه الحره الثانيه. ما ينجحش في تسجيلها، يلم الكرة على طول الجندي لتومسون. وعشرين ثانية اللي فاضل، وخطأ شخصي على مشعل. هيستوجب رميتين حرتين لأن الاتصالات ارتكب أكثر من أربع أخطاء شخصية. عشرين ثانية، 78 72 ورميتين حرتين لتومسون. هيصوب الرمية الحرة الأولى، بينجح تسجيلها، يرفع النتيجة ل 79-72. بيصوب الرمية الحرة الثانية، بينجح تسجيلها، يرفع النتيجة ل 80-72. وبيطلب الكابتن سولي الوقت المستقطع الثاني له عشان يلعب من المنطقة الأمامية. انتهى الوقت المستقطع، وبالفعل طلب الكابتن سولي المدير الفني للاتصالات يلعب من المنطقه الهجوميه بزمن هجمه 14 ثانيه، يعني زمن هجمه 14 ثانيه من ال 20 ثانيه اللي فاضله على نهايه المباراه. علي وخمس ثواني، خمس ثواني، يعني اتاقر انه يطلع الكره خلال خمس ثواني، خسر كل اللي اتقال في الوقت المستقطع. عمر عزب يلعب على طول لتومسون، وتومسون يلعب للجندي، وعشر ثواني لعمر عزب، وعزب يسقط لسيف، وسيف بيسجل نقطتين يرفع النتيجة 82-72. وواضح كده خلاص ان اللعيبة اكتفت، المدير الفني اكتفى، وتنتهي المباراة بفوز النادي الاهلي 82-72 لاتصالات. مبروك النادي الاهلي، مبروك عشاق الفانيلا الحمراء. ونعود مره اخرى الى استوديوهاتنا واستوديوهات النادي الاهلي والاعلامي المميز نجم مصر والنادي الاهلي الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكبار الكابتن محمد السلعاوي والكابتن كريم ضيف. شكرا لحضراتكم، كان معكم دكتور وائل ابو العزب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.